كانت والدتها مريضة عندها، وقد توفيت قبل عامين، فنذرت إن رزقها الله من واسع فضله أن تتصدق بذبيحة في شهر رمضان من تلك السنة، وتهب ثوابها لوالدتها، وهي تعمل في إحدى المدارس وتتقاضى راتبا شهريا قدره 5000 ريال، ولكنها تعطيه زوجها المحتاج وصاحب الأسرة الكبيرة وقليل الدخل، وقد بنى لهم منزلا وتحمل ديونا كثيرة للناس، ولذلك فهي تساعده براتبها الشهري، ولم تتمكن تلك السنة من الوفاء بنذرها، ولكنها كانت تعطي أختها من الراتب كل سنة مبلغ 1000 ريال لتتصدق به على الفقراء، وأجر هذه الصدقة لوالدتها. فهل تكفيها هذه عن النذر، أم لابد أن تتصدق بذبيحة كما حددت هي ولو بعد فوات السنة التي حددتها لذلك؟ أولا ننبه إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن ينذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ينبغي للمسلم أن يفعل الخير وأن يتصدق وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يسر الله بدون نذر، لكنه إذا نذر وألزم نفسه بذلك وجب عليه الوفاء إذا كان نذره نذر طاعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإذا نذر الإنسان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به. والسائلة تذكر أنها نذرت أن تذبح شاة في سنة معينة وتوزعها على الفقراء، هذا نذر طاعة، لأن ذبح الشاة فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى، تصدق بلحمها فيه قربة أيضا، فهذا نذر طاعة، وقد عينته في وقت محدد كان يجب عليها أن توفي فيه في وقته، وما دامت أنها أخرته عن وقته فإنه يجب عليها تنفيذه قضاء، يجب عليها أن تذبح ما نذرته تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتتصدق بلحمه، ويكون هذا قضاء، وعليها بدل التأخير كفارة يمين، كفارة يمين بدل التأخير. إذن يلزمها شيئان: أولا تنفيذ النذر الذي نذرته قضاء، نعم، ثانيا كفارة يمين تكون عن تأخيره عن وقته. وهي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين كما قال الله تعالى: عتق رقبة، تحرير رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، فهذه كفارة اليمين. وأما أنها تتصدق وتعطي أختها تتصدق بدراهم، فهذا لا يكفي عن النذر، لأن النذر معين بذبيحة وليس هو صدقة مطلقة، فلا يكفي عن النذر، فيه أجر وفيه خير إن شاء الله. نعم، ونرجو أن يصل ثوابه إلى المتوفاة، ولكنه لا يكفي عن النذر. نعم، بارك الله فيكم.